أهلا بكم مجددا. شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والتي تعقد تمهيدا للقمة الإفريقية 32 التي يتسلم خلالها الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد بمقر الاتحاد بأديس أبابا. كان شكري قد أكد على أهمية تشديد آليات الرقابة والمساءلة لضمان الإدارة الرشيدة لموارد الاتحاد الإفريقي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير المساهمات ولجنة وزراء المالية 15 خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية. للحديث عن هذه المشاركة، مشاركة سامح شكري في الاجتماعات التمهيدية واللجان الوزارية للاتحاد الإفريقي، وأيضا للحديث عن استلام مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ينضم إلينا الآن عبر الصوت والصورة سعادة السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أرحب بك سعادة السفير، وأبدأ معك بآخر ما حدث من اجتماعات بالنسبة لأجندة عمل سامح شكري، حيث عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وزير خارجية بروندي إزيكيال نييجيرا، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي التمهيدي للقمة الإفريقية. كيف ترى هذا الاجتماع ومدى أهمية الاجتماع في عدة مجالات؟ أولا تطوير العلاقات ما بين الطرفين، وثانيا أهم ما سيضيفه هذا الاجتماع الثنائي لأجندة عمل مصر في الاتحاد الإفريقي. يعني الاجتماعات القمة الأفريقية وما يسبقها من اجتماعات تنفيذية لوزراء الخارجية هي فرصة كبيرة للاحتكاك وللتشاور بين المسؤولين في القارة الأفريقية من أجل الإعداد للعمل خلال الفترة المقبلة. إحنا السنة دي بنجتمع علشان ننفذ ما اتفق عليه من أجندة 2063 اللي هي وضعت سنة 2013 بمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء الاتحاد الأفريقي أو منظمة الوحدة الأفريقية في هذا الوقت، ودي خطة طويلة المدى لمدة 50 سنة حتى تتقدم أفريقيا وتحقق الرخاء لأبنائها ولدولها. الحقيقة المشاريع المطروحة مشاريع طموحة جداً، منها منطقة التجارة القارية. كما تعلمين أن أفريقيا بيسود فيها عدد من التجمعات الإقليمية الاقتصادية، الإكواس في الغرب، السادك في الجنوب، الكوميسا في الشرق، الساحل والصحراء في الشمال والوسط. فالخطة الطموحة الآن هي تجميع هذه التجمعات والتكتلات في تكتل واحد يجمع القارة بأسرها. وفي إطار هذا التخطيط يجب أن توضع البنية التحتية المناسبة لهذه الخطة الطموحة. التجارة البنية التحتية الأساسية بتاعتها هي النقل. احنا النهاردة بنتحدث على طريق القاهرة كيب تاون يقطع القارة من شمالها إلى جنوبها، وهناك الآن حديث على طريق بري بين مصر وتشاد، وهناك كلام عن طريق يربط الخرطوم بدكار. كل دي أمور جوهرية بالنسبة للتجارة. الأفريقية هي القارة الوحيدة التي لا يوجد رابط بري أو سكة حديدي بين شمالها أو جنوبها أو بين شرقها وغربها. عندما ننفذ هذه الخطوات في إطار البنية التحتية بيكون هذا هو الأساس الذي يبنى عليه التجارة والتعامل الاقتصادي بين الدول المختلفة.
المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأن سامح شكري يبحث في هذه اللقاءات سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ما بين مصر والدول الإفريقية، خاصة بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة. اليوم أيضا كان هناك لقاء مع نظيره في سيراليون، يعني علي كابا، كان وزير الخارجية سامح شكري في لقاء أيضا ثنائي معه. تحدثنا منذ قليل على بروندي، ماذا عن سيراليون؟ ما إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك لجنة مشتركة بين البلدين يتم تفعيلها في مختلف أوجه العلاقات الثنائية؟ يعني شوفي، التوحد القاري لا يتم إلا من خلال التوحد بين الوحدات التي تمثل القارة وهي الدول. يعني الخطوة الأولى أو الطريق إلى تحقيق هذا التكامل الأفريقي هو عن طريق التكامل الثنائي أولا، وكلما ازدادت اللبنات التي تشارك في هذا التعاون كلما نجح وكلما اتسع نطاق النجاح. احنا بنمد ايدينا الى سيراليون في غرب القارة، وبنمد ايدينا الى بوروندي في من دول حوض النيل، وبنمد ايدينا الى جنوب افريقيا في الجنوب، وبنمد ايدينا الى جميع دول القارة الافريقية حتى نصنع مناخ يؤدي الى الاستقرار ويؤدي الى التعاون ويؤدي الى التنمية. سعادة السفير، بالتأكيد تم استعراض أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تتضمن الكثير من الأمور، خاصة بالتكامل الاقتصادي، خاصة بالموقف الإقليمي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسلم والأمن. أبدأ معك بمكافحة الإرهاب التي استطاعت مصر أن تتخذ فيها خبرات كبيرة يتم الإشادة بها، ويتم أيضا العمل عليها في مكافحة دول أخرى طالها الإرهاب للاستفادة من تجربة مصر في مكافحتها للإرهاب بمفردها. كيف ترى هذا الملف على طاولة الاتحاد الإفريقي؟ يعني شوفي، ده ملف في غاية الأهمية، لأن احنا بنتحدث على التنمية وبنحدث على الاندماج الاقتصادي، وكل ده لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من الأمن والسلام والاستقرار. نعم. النهاردة تخطينا مرحلة الحروب الدولية بين دولة ودولة، ودخلنا في النهاردة في سيناريو جديد، وهو مكافحة التنظيمات الإرهابية التي بتضرب في جميع أنحاء العالم وليس لها هوية محددة أو لها مكان محدد أو لها شكل محدد، فبالتالي بتسبب الكثير من عدم الاستقرار، وبتثير الكثير من انعدام الأمن في المنطقة. وإحنا شفنا أن هذا على المستوى الأفريقي، يعني الإرهاب ضرب في مصر، والإرهاب ضرب في كينيا، والإرهاب ضرب في مالي، والإرهاب ضرب في نيجيريا، وفي كثير من الدول الأفريقية. وهذا أيضا جزء من الحملة الدولية ضد الإرهاب، لأن الإرهاب ليس مقصورا على أفريقيا وحدها، ولكنه أصبحت آفة كونية أصابت جميع بقاع الكرة الأرضية وجميع القارات. فرأنا الإرهاب يضرب في اليابان، وبنضرب في الهند، وبيضرب في أمريكا الجنوبية، وبيضرب في أوروبا وفي ألمانيا وفي فرنسا. فبالتالي يجب أن يكون هناك موقف موحد وجبهة موحدة ضد هذا الطاعون. وحيث أن أفريقيا من الأكثر المناطق تأثرا بهذا الوباء، فمن المطلوب أن يكون هناك جبهة أفريقية قوية تتصدى لهذا الداء ولهذا الوباء. كيف يكون هناك محاولات لمد جسور تواصل ثقافي وحضاري بين الشعوب الإفريقية، فضلا عن التعاون مع الشركاء من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي؟
أنا أعتقد أيضا أن التعاون الثقافي والحضاري شيء مهم جدا، لأنك عندما تتعاوني مع طرف تشعري أن هناك توحد في الحضارة وفي القيم بينك وبينه، فده بيسهل كثيرا المهمة. في الحقيقة يعني اسمحي لي أن أطرح في هذا الموضوع شيء أنا براه في منتهى الأهمية. الرئيس الفرنسي في العام الماضي أطلق مبادرة لإعادة التراث الحضاري المنهوب من أفريقيا أثناء فترة الاستعمار. في المتاحف الفرنسية هناك 240 ألف قطعة أثرية منهوبة من أفريقيا. احنا في مصر بنعاني من هذا، واحنا منهوب من عندنا رأس نفرتيتي، ومنهوب من عندنا حجر رشيد، ومنهوب من عندنا آثار. فأرى أن هذه برضو مناسبة لاستغلال واستثمار تصريح الرئيس الفرنسي لتكوين جبهة أفريقية موحدة لاسترداد الآثار الأفريقية المنهوبة من القوى الاستعمارية. سعادة السفير، يعني مصر تستهدف الكثير من الأمور في رئاستها للاتحاد الإفريقي، وهناك أيضا الدول التي تعول على رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 للانفتاح بصورة أكبر في مجالات كثيرة، منها التجارة والاستثمار، يعني انعكاس هذا على كافة الأطراف بالإيجابية. كيف ترى هذا؟ إلى أي مدى من الممكن أيضا أن تكون مصر هي الجسر الذي يتواصل عليه دول من أوروبا ومن قارات أخرى للانفتاح على إفريقيا؟ يعني شوفي، أنا برضو بعتقد أن دول كثيرة بتعول كثيرا على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. ده نتيجة للثقة اللي موجودة في مصر، والنتيجة للتاريخ والتراث اللي تركته مصر، اللي كان لها دور كبير جدا. أولا هي دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ثم كان لها دور كبير في إسقاط الاستعمار القديم في أفريقيا، وكان لها دور كبير في مواجهة النظام العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط، وكان لها دور كبير في دعم الدول الأفريقية عندما استقلت حديثا وكانت اقتصادياتها ما زالت رقيقة جدا، ومدت لها العون ومدت لها الدعم حتى استطاعت أن تقف على أرجلها وأن تواجه التحديات على الساحة الدولية. احنا بنرى اليوم كثير من دول العالم بتتجه إلى أفريقيا الاستفادة من المواد الأولية ومن الأسواق. احنا بنشوف الصين بتسعى إلى أفريقيا، بنرى أوروبا بتسعى إلى أفريقيا، بنرى تركيا بتسعى إلى أفريقيا، بنرى الهند بتسعى إلى أفريقيا. فأصبحت أفريقيا قبلة لجميع دول العالم، فبالتالي حتى نستطيع أن ندير هذا التوجه نحو أفريقيا يجب أن نواجهه ونحن أقوياء، لأن إذا دخلنا في علاقات تعاون مع من هم أقوى منا فستكون النتيجة في غير صالحنا. أما إذا دخلنا في هذه العلاقة ونحن جبهة موحدة قوية فسنستطيع أن نجني من هذه العلاقات أكبر فائدة ممكنة. كيف تكون مصر بشكل عام في رئاستها للاتحاد هي الحجر الجديد في بناء وتنمية القارة، هذه القارة التي عانت أيضا من نزاعات ومن تحديات كثيرة، خاصة وأنه خلال رئاسة مصر للاتحاد سيتم إنشاء مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة التعمير والتنمية؟ يعني شوفي، مصر ليها زي ما كما قلت في السابق، مصر ليها تاريخ قديم في أفريقيا، مصر منغمسة في أفريقيا لأنها أولا وأخيرا دولة أفريقية ولها تاريخ داخل هذه القارة. كما قلت لك أن الثقة في مصر والتاريخ المصري سيجعل
من السهل عليها أن تجمع الرؤى حول رؤيتها، بحيث أن احنا نستطيع أن نعمل معا في طبقا لأولويات نضعها سويا. والمركز إعادة التعمير أعتقد أنه شيء مهم جدا، لأن احنا إذا نظرنا إلى القارة الأفريقية النهاردة بنجد أن بقاع كثيرة منها تعرضت لصراعات عنيفة أدت إلى دمار كثير وأدت إلى هدر كبير للثروات، إذا نظرنا إلى ما حدث في رواندا أثناء الحرب الأهلية، إذا نظرنا إلى ما حدث وما زال يحدث في الصومال، إذا نظرنا إلى ما يحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذا نظرنا إلى ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى، إذا ما يحدث في جنوب السودان، ما يحدث في ليبيا، كل دي مناطق تعرضت لصراعات دامية وتعرضت إلى تدمير للبنية التحتية ولتدمير لثروات البلاد، تحتاج إلى إعادة بناء وتحتاج إلى تكاتف الجهود الأفريقية لإعادة تعمير. سعادة السفير، يعني مصر أيضا تحاول أن ترتب البيت من الداخل، يعني كيف من الممكن أن يتم إصلاح الاتحاد من قبل مصر بكل مشكلاته الداخلية أساسا، حتى يتم العمل على كل ما ذكرناه منذ بداية الحوار من ملفات هامة ومن أيضا موضوعات يتم العمل عليها منذ أن بدأ الإعلان عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019؟ كيف من الممكن أن يتم أيضا إصلاح مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي؟ ما هي المحاور والنقاط حتى يتم هذا الإصلاح؟ يعني شوفي، برضو أي تنظيم أو أي مؤسسة نجاحه أو فشله مرهون بسلامة الجهاز الإداري المنوط بتنظيم هذه المؤسسة. نعم. إداريا وماليا، وده الحقيقة أيضا من الأمور المطروحة على القمة، يعني النظر في التنظيم الإداري والمالي للاتحاد الأفريقي، كيفية اختيار الموظفين والمسؤولين، الشفافية في الأمور المحاسبية، الجزاء سواء بالإيجاب أو بالسلب للتصرفات التي تحدث. تحدثت حضرتك على جهاز السلم والأمن. نعم. وده أيضا من الأمور الحيوية بالنسبة لأفريقيا، لأن أنا برضو كما قلت سابقا أن إحنا لا يمكن أن ننشئ تنمية ورخاء اقتصادي بدون سلم وأمن واستقرار. إحنا عندنا في أفريقيا هناك الكثير من القضايا الشائكة، في القضايا القبلية، العنصرية، الخلافات على الحدود، كل دي أمور بتمثل شرارة ممكن أن تشعل برميل البارود وتفجره في أي لحظة. وبالتالي إدارة السلم والأمن في أفريقيا أعتقد أيضا أنه من الأمور الحيوية التي يجب ألا نهملها أبدا. هناك أيضا الكثير من الأنشطة الخاصة بخريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي التي سيتم العمل على تنفيذها، وهي مليئة أيضا بالكثير من الموضوعات بجانب ما ذكرناه الآن من ملفات هامة. المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي السفيرة نميرة نجم كانت تتحدث في تصريحاتها عن ما سيتم العمل عليه من قبل رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وجدول الأعمال أيضا، وكان هناك تطرق كذلك لموضوعات خاصة بالصحة والتغذية، وأوضحت أن هناك استعراض من قبل القادة الأفارقة سيتم عن الملاريا وإنشاء
مقصد للعمل على صحة المواطن الإفريقي والارتقاء بها، خاصة مع انتشار أمراض كثيرة في بعض الدول الإفريقية. ماذا عن هذه النقطة؟ أعتقد أن دي نقطة حيوية وفي غاية الأهمية. يعني إذا أنت نظرت إلى قارة أفريقيا تجديها من أثرى القارات في مواردها، ولكن للأسف هذا الثراء في الموارد لم ينعكس على المواطن الأفريقي، فتجدي أن من أكثر مناطق العالم شيوعا للمرض هي أفريقيا، بالذات الأمراض المتوطنة مثل الملاريا ومثل الإيدز ومثل الحمى الصفراء، وكل ده بيحتاج الحقيقة إلى جهد أولا بحثي، وأيضا جهد لإنشاء المستشفيات بإمكانات كبيرة. وده الحقيقة يعني ليه هدفين: أولا مواجهة الأمراض المتفشية في أفريقيا، وثاني هو يعني الحد من هجرة العقول الأفريقية، لأن احنا بنجد كثير من الأطباء يدرسوا ويتعلموا في بلادهم في أفريقيا، ثم تأتيهم فرصة للعمل في أوروبا أو في أمريكا فيهاجروا، فتخسر أفريقيا ما أنفقتهم الاستثمار في تعليمهم، وتخسر خبراتهم التي هي في أشد الحاجة إليها. فإنشاء عدد من المستشفيات المتخصصة في أفريقيا في معالجة الملاريا والأمراض الاستوائية وأمراض العيون، ده أعتقد أنه شيء حيوي جدا بالنسبة لأفريقيا. أيضا تحدثت حضرتك على موضوع الغذاء. نعم. يعني أفريقيا من أكثر مناطق العالم توفر فيها الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وبرغم من هذا وللأسف بنجد بعض المناطق بنجد فيها بتعاني من القحط ومن الجوع، فدي أيضا أشياء يجب بشيء من الإدارة الحسنة والتخطيط المناسب أعتقد أن احنا ممكن أن نتغلب عليه. ماذا عن التعليم للبنات والنساء تحديدا، المرأة في إفريقيا؟ هناك أيضا مشروع النظام الأساسي لمركز الاتحاد الإفريقي الدولي لتعليم البنات والنساء في إفريقيا، ومشروع تعديل المادة 35 من ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية. ماذا عن هذه النقطة؟ هل من الممكن أن يتم فيها أي شيء جديد لتقديم ما هو أفضل للمرأة في إفريقيا ولتفعيل دورها في المجتمعات الإفريقية؟ يعني شوفي، هذا كلام ذو شقين. أولا حضرتك تحدثتي عن التعليم. صحيح. ثم تعليم المرأة. أنا بعتبر أن التعليم هو نقطة البداية لأي مشروع نهضوي. يعني إذا نظرتي إلى العالم، سنغافورة بدأت بالتعليم، مصر أيام محمد علي بدأنا بالتعليم، ولا يمكن أن تنشئي مشروع تنموي ونهضوي بدون تعليم. فبالتالي يجب أن يكون هناك تركيز على التعليم في أفريقيا. ثم نأتي إلى دور المرأة. المرأة هي نص المجتمع، فإذا احنا أغفلنا تعليم وتنمية نص المجتمع نبقى يعني بنهزم المشروع التنموي الحضاري اللي احنا عايزين نعمله. فيجب أن يكون هناك أولا اهتمام كبير جدا بالتعليم في أفريقيا، واهتمام بالمرأة في أفريقيا حتى لا نفقد نصف مجتمعنا. ودايما أنا بقول إن التعليم والصحة هما المستقبل. يعني أنت النهاردة إذا نظرت إلى طفلين اتولدوا النهاردة هتلاقيهم لا تستطيع أن تفرقي بينهم، إنما بعد 20 سنة بتلاقي واحد منهم أصبح مهندس أو طبيب أو محامي وبصحة جيدة، وواحد تاني أمي لا يقرأ ولا يكتب وبيعاني من سوء التغذية والأنيميا والآخر هذه الأمراض. فهذا هو المستقبل. يعني إن أنت التعليم والصحة هما المستقبل لأي شعب ولأي أمة.
أخيرا، هناك أيضا ما يخص الفساد في إفريقيا ومكافحة الفساد، وهي واحدة أيضا من الملفات الهامة. هناك تصريح من قبل المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي السفيرة نميرة نجمة بأن القادة الأفارقة سيقومون بتعيين 7 أعضاء جدد في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري فقط لمكافحة الفساد. كيف ترى هذه النقطة؟ أراها أولاً نقطة جريئة وشجاعة جداً، لأن هذا موضوع كان بيغض النظر عنه وكان بيأتي على الأخضر واليابس في القارة. إحنا رأينا نماذج يعني شيطانية للفساد في أفريقيا، من عيدي أمين إلى بوكاسا إلى يعني نماذج يندى لها الجبين. نعم. وإذا كنا تصدينا لهذه النماذج منذ البداية ما كانش جزء كبير من ثروة القارة بددت وهربت إلى الخارج لصالح ناهبي الشعوب وناهبي الدول. شكرا جزيلا السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا جزيلا على هذه القراءة في أجندة عمل مصر أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي 2019، وأيضا أجندة عمل سامح شكري وزير الخارجية في زيارته إلى أديس أبابا. وهذا يأتي في إطار اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي. شكرا لك. شكرا لك حبيب. هكذا إذا نختتم معكم هذه المتابعة لأهم أحداث في مصر والعالم من استوديو الآن. شكرا على كرم المتابعة.